عزيز والله. احنا بس خلي شويه عن هام الشركه، بس يجي استشاري شركه استشاريه هم تشيل عنكم كثير. يعني هو الشركه من تجي يعني تقريبا انتم تصيرون مثل ما يقول بس متابعه، بس القرار الفني الاستشاره اكو راحيه تتبنى الامور ان شاء الله. اكو يعني مدراء دوائر جو راجعونا، مثلا ابو الجمارك جاء راجعنا قال انا ما عندي ميناريه الجمارك، قال انا اريد لي مخازن للشحن، انا تجيني البضائع محمله الطائرات، انا ما معقول تضل بالطائره على ما يجي التاجر يستلمها، انا لازم انزلها خلي المخازن. ثانيا قال اريد لي ميزان جسري، انا شلون اوزنها واخذ جمرك عليها؟ بتوجيه من السيد المحافظ المحترم قمنا اليوم بزيارة ميدانية إلى مشروع تأهيل مطار الموصل، هذا المشروع المهم والحيوي لمدينة الموصل. بالبداية التقينا بكادر دائرة المهندس المقيم التي تشكلت حديثا من مختلف دوائر الإسكان برئاسة الأستاذ ليث الدباغ من مديرية إسكان نينوى، وعضوية مهندسين من مديرية طرق جسور نينوى، وكذلك من معاونية الخدمات قسم هندسة الإدارة المحلية وقسم إدارة المشاريع للإشراف على تنفيذ هذا المشروع. اجتمعنا اجتماع فني مع كادر دائرة المنسقين وكادر الشركة لتذليل كافة الصعوبات اللي تواجه تنفيذ العمل وتوجيههم بتطبيق المواصفات الفنية عند التنفيذ وإبداء الرأي حول المخططات والتصاميم الموجودة لهذا المشروع. المشروع حاليا يتم معالجة الضربات اللي أثناء الدمار الشامل اللي شمل مدرج المطار من قبل عصابات داعش، تقريبا 23 جزء تم رفع كافة الأجزاء المتضررة بهذه الأجزاء، وحاليا هيئوا الموقع لإعادة تنفيذ الطبقات التيكلة النهرية والتيكلة الجبلية ثم فقرات الصب لمعالجة المدرج، كذلك المباشرة بإنشاء السياج الخاص بالمطار، إضافة إلى قامت الشركة بتهيئة المعامل الخاصة لها لتهيئة المواد اللازمة لتنفيذ المشروع والمباشرة بتسقيط الأبنية الخاصة بمطار الموصل. إن شاء الله من المؤمل حسب خطة الشركة المنفذة إن شاء الله المشروع ينجز ضمن المدة المحددة له.